أنا موظف في وزارة التربية وعلى الملاك الدائم، ولدي من الخدمة 17 عاما. من العام 2012 لحتى ساعتها المكالمة هاي لم أتلقى أي ترفيع أو أي علاوة، حالي حال أقراني، وهاي مظلومية كبرى. أنا صاحب عائلة وسبع نفرات ولدي معاق، علما أني من ذوي الشهداء وعدي 3 شهداء من أيام النظام البالي مظلومين، وهسه نفس المظلومية جاي أشوفها. فأناشد وزير التربية أول بداية ومدراء مدير تربية البصرة الدكتور عبد الحسين ومدراء أقسام شمال البصرة هناك بالقرن عندنا أن يضعوا حلا لهذه المشكلة أو المشكلة المستحصية. عندما أراجع قالوا إن من تراجع ميزانية ماكو، وما راجعتهم قالوا ليش ما تراجع، وأنا حقيقة في مظلومية وفي متاهة أمام هذه، يعني هاي مشكلة مستحصية حقيقة. أنا في إعدادية الرماح العوالي بناحية الشافي، اللي وراي توهم توظفوا وصاروا راتبهم نفس يعني تقريبا راح يزيد على راتبي، وأنا راتبي لحد الآن ساكن وعدي مظلوميتي الآن، بعد وين أروح؟ والله أنا حارس، أنا موظف خدمة، أنا فلاح.